السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مرة تانية في حلقتنا. النهاردة إن شاء الله هنكلمكم عن عملية زرع الشعر. عملية زرع الشعر هي عملية بننقل فيها الشعر من المكان اللي كثافة الشعر فيه كويسة إلى الأماكن اللي كثافة الشعر فيها أقل. ده دايما بيستهدف العيان اللي عنده صلع وراثي، عشان الشعر عنده في المنطقة الأمامية والمنطقة الوسطى هنا بيخف نتيجة الهرمون زي ما اتكلمنا قبل كده بالتفصيل. فالمنطقة الخلفية أو مؤخرة الرأس دي عادة ما بتستجيبش لهرمون الذكورة، فالشعر بتاعها بيبقى ريزيستنت أو قاعد شوية ومكمل معانا، مش هينزل زي الشعر اللي احنا اللي كان في المنطقة دي. بس مين المريض اللي يصلح لزرع الشعر؟ هل مثلا أي مريض كده عنده شوية تساقط هنعمل له زرع؟ لا أكيد طبعا، التساقط التفاعلي ده مش مريض مرشح خالص لزراعة الشعر، لأنه هو بيتحسن مع العلاج. مريض الثعلبة برضو غير مرشح لزراعة الشعر، لأنه هو أساسا عنده مشكلة مع بصيلات شعره، يعني هو عنده جهاز المناعة بيهاجم، ده لو لسه عنده شعر مش صلع كامل يعني. فأنت لو حطيت له شعر من منطقة لمنطقة برضو هيتهاجم، فيبقى احنا كده ده عبث. المفروض ان المريض المرشح لزراعة الشعر هو مريض الصلع الوراثي، بس برضو هيبقى في المراحل مش متأخرة. ليه؟ لأن كل ما المساحة المحتاجة تتزرع كبيرة عن المساحة اللي هيتاخد منها، فكده النتيجة هتبقى وحشة. أنا مش باخد من بني آدم تاني أحط لك، إن ناخد منك ونحط لك، يعني ناخد من مؤخرة راسك نوزعه على مقدمة الراس. دايما أنا بشبهه للعيان أو للمريض اللي بيجيلي إن ده كأن مثلا مجموعة من الإخوة خمسة مثلا، فليكن خمسة مع واحد فيهم 1000 جنيه والباقيين معهمش فلوس، فإحنا هناخد منه ونوزع على الباقيين، كل واحد ياخد 200. لو هو اللي معاه 5 يبقى كل واحد ياخد 1000 وهكذا. فكل ما يبقى المبلغ اللي معاه مع الاخ اللي هو معاه فلوس ده اكبر، كل ما التوزيعه هتبقى فيها يعني عدد يعني فلوس هتبقى اكتر او مقبوله. نفس الشيء ما تستناش لغايه اخر وقت وتيجي عشان تزرع شعر. طب ما انا دلوقتي مثلا اللي فاضل الشريط الصغير قد كده، ده هيكفي ولا حضرتك في المنطقه اللي فاضله؟ ما ينفعش، كل ما هيجي بدري كل ما هيبقى افضل. فالشعر اللي هيتاخد لو مساحة كبيرة بيتزرع على مرحلتين مش مرحلة واحدة، وعادة بيبقى ما بين المرحلة الأولى والتانية من 8 شهور ل 12 شهر. طيب يبقى احنا بناخد الشعراية شعراية شعراية بجهاز معين، بنشيل الشعراية وصلت الشعراية من ورا على مسافات متباعدة عشان ما نسيبش حتة فيها مكان فاضي، وندي مجال بعد كده للشعر ده ان هو ينمو تاني بشكل كويس اللي هي المنطقة الخلفية. وتتنقل زي ما هي كده، تتحط في المنطقة الفارغة برضو تتوزع بحيث انها تغطي المنطقة بشكل او باخر. طبعا الموضوع ده بياخد وقت طويل شوية، بياخد من 6 ل 8 ساعات شغل، بس بيبقى بمخدر موضعي مش ببنج كامل ولا حاجة، وعندي روح يميها على طول مفيش اي مشاكل خالص. بس قبلها باسبوع كده بننصح المريض ان هو ما ياخدش اي حاجة تساعد على سوءة النزيف، يعني مسكنات، اي شاي او قهوه، سجاير، الحاجات دي كلها ما بنحبها. القهوه عشان والشاي عشان بتعمل فازو كونستريكشن او بتقلل الدم اللي رايح للمنطقه دي والاوعيه الدمويه بتنقبض، والسجاير كذلك النيكوتين، فبيقلل سرعه الالتئام بعدها وبيخلي الشعر ما يتاخدش بشكل كويس، ان دي جرافت زرعه. فاحنا عايزين الشعرايه بصيله الشعر يتم تقبلها في المنطقه المنزرعه عن طريق ان يبقى فيه تغذيه كويسه ودم كافي رايح لفروه الراس. وكمان ان هو يجي يرميها لابس حاجات يقدر يفتحها بسهوله من غير ما يضطر يخلعها عن طريق راسه، بحيث ان هي على طول تتقلع من غير ما عشان ما تعديش على بصيلات الشعر لسه مزروعه. كبصيلة شعر لسه مزروعة هتبتدي تنبت امتى؟ مش قبل من 3 ل 6 شهور، يعني الاول هيقع في خلال الاول 3 أو 4 شهور بعد العملية كل الشعر اللي اتزرع بينزل، ولو كانت بصيلة الشعر اللي زالت موجودة جوه في الارض بتاعتها او فروة الراس تبتدي تطلع تاني بعد 3 أو 4 شهور، يبتدي المنظر يبقى متكامل بعد من 4 ل 6 شهور من عملية الزرع. هي عملية بتتم في يوم واحد زي ما قلنا، عملية بسيطة للمريض مش للدكتور، لان الدكتور بناخد من 6 ل 8 ساعات شغل، بس هي العيان ما بيتعبش في حاجه، يعني ما بيبقاش فيها ارهاق، ما بيبقاش فيها خطوره، بتتعمل ببنج موضعي والعيان بيروح في نفس اليوم. فده بالنسبه لورق الشعر.
وطبعا بعدين احنا بنعمل حقن بلازما عشان نثبت الشعرايه بعد شهر وبعد شهرين وبعد 3 شهور وبعد 4 شهور من العمليه. بعد كده طبعا العيان اللي يستخدم بخاخات تاني عشان خاطر الشعر ده ما يبقاش معرض للسقوط مره اخرى. وزي ما قلنا كل ما يبقى الموضوع مبكر كل ما يبقى لسه الشعر اللي عنده ورا كتير وكثافه الشعر كويسه كل ما النتيجه تبقى افضل. واكيد برضو الاستجابه بتختلف من عيان لاخر، مش كل الناس استجابتهم واحده او النتيجه بتبقى واحده عند الكل. وده باختصار كده زرع الشعر. والى ان القاكم ان شاء الله في حلقات قادمه، لكم مني اطيب المنى، ودايما دمتم بشعركم تاج على رؤوسكم، والقاكم ان شاء الله، وكلنا ان شاء الله سعداء وكلنا في صحه وسعاده.